بسم الله الرحمن الرحيم. دائما عندنا تلعب بعض التمارين اللي بها فريقين، يلعبون فريق وفريق، يكون التجهيز من قبل حراس المرمى، يعني لعب اعتيادي اللي يسمى بالتقسيم. لكن من أجل أن تغير نمط التدريب، أنه وضع مجهزين اثنين هنا كما ترى في التمرين، لعب 8 ضد 8، وكل إعادة لعب يعني بعد تسجيل هدف، بعد كرة تروح أوت، أحد المجهزين يلعب مع الفريق المستفيد من خروج الكرة أو توقف الكرة. فدائما اللعب يكون تقسيمه 8 ضد 8 بهاي المنطقة المظللة، ويكون هناك مجهزين اثنين على الأطراف، هذا يلعب دائما ويا هذا الحارس، وهذا دائما يلعب ويا هذا الحارس، فيكون بدء اللعب بعد تسجيل الهدف، بعد الكرة تروح أوت، ماكو رمية جانبية ممنوع، بعد توقف الكرة لسبب ما، يكون اللعب من قبل المجهز المستفيد من الفريق. يعني إذا الكرة لهذا الفريق ظلم، يعني مدافعين الآن يصبحون مهاجمين، بعدين يلعب المجهز الكرة إلى حارسهم، فيكون الفريق هذا فريق مهاجم والفريق الآخر مدافع. ليس هناك من تغيير كبير في آلية التمرين 8 ضد 8، سوى أنه نعمل 2 مجهزين يعملون دائما على بدء اللعب أو إعادة اللعب بكرة طويلة لحارس المرمى، بس يكون الفريق يعني غير شيء من سلوك التدريب لما يعرف 8 ضد 8، اللي هي وحدة من مفاصل التدريب المهمة 8 ضد 8 في هذه المناطق. يعني شوف أنا محدد المنطقة، فأنت غيرت بدل أن يكون اللعب تقسيمة ومن الحراس يبدي دائما اللعب كم معتاد، يعني هو يعرف كرة القدم، لكن أنا أغير أنه يصير مباشرة من اللعب من قبل المدرب أو المجهز هذا. قد يكون اللعب هنا، التركيز هنا على اللعب، وهذا الفريق الأصفر يفقد الكرة، فاللعب لمن يكون الآن؟ ما في رمية جانبية، اللعب يكون الفريق الآخر. منين يبدأ اللعب؟ يبدأ من هذا المجهز، هذا المجهز يلعب للحارس. إذا فقدان الكرة صار هنا، لكن اللعب منين بدأ؟ بدأ من هنا، لم يبدأ من مكان الكرة، مما يتطلب على الفريقين أو لاعبي الفريقين بتعديل أوضاعهم لما يعرف ببدء اللعب من حارس المرمى. وهكذا أنه تفقد الكرة في مكان ما يبدأ اللعب من الحارس، قد تكون أنت بعيد عن حارس المرمى، قد يكون هنا على هذا الهدف تصويب، يعني هذا الفريق يصوب على الهدف وينجح بالتصويب على الهدف، فرأس يكون هناك يعني كراود نسميه تجمع هنا. فمين يبدأ اللعب؟ يبدأ اللعب من هذا المدرب لهذا الحارس، فأكو هناك بعض يعني مجموعة من اللاعبين يحاولون أن ما يسمحون لحارس المرمى أن يأخذ الكرة هذه الملعوبة من الفيدر إلى، فيكون هناك نوع من التحدي والتشالنج الجيد، تسجل الأهداف وتحسب الأهداف وتعمل النتائج، ويكون تغيير جيد جدا. هذا واحد. اثنين، أنت تريد يعني التجهيز يكون من غير مكان، يعني حاول أن تضع هذا الفيدر هنا بالزاوية بهاي المنطقة الفاضية، وهذا الفيدر جيبه بهاي المنطقة الفاضية، وخلي اللعب دائما يبدأ من الفيدر، إعادة اللعب يبدأ من الفيدر، بعد تسجيل هدف اللعب يبدأ من الفيدر، هكذا تغير من وضعيات اللعب بين الحين والآخر. وهذا التغيير وضعيات اللعب بين الحين والآخر مطلوب. ليش؟ لأن يحرك اللاعبين في طول وعرض الساحة. هذه الناحية يجب الاهتمام بها، يجب إعطائها بعض الثقل في التدريب، لأنها مهمة وتساعد على تغيير نمط التدريب. هذا يعني كليب صغير لكن مفيد، يحاول أن يدعم ما يقال بتغيير
تغيير وتنويع التدريب دائما يكون لصالح التدريب المنتج. أنا موافق منه. شكرا.